وبشأن صفقة القرن ومآلها على الوضع الفلسطيني، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول عز الدين إبراهيم، الكاتب والصحفي الفلسطيني. سيد إبراهيم، مرحبا بكم. يعني واشنطن تحذر الفلسطينيين من مغبة رفض صفقة القرن، كيف قرأتم هذه التحذيرات، وأيضا كيف ستتعامل مع حالات الرفض الفلسطينية؟ يعني باختصار، هذا تعبير عن حالة البلطجة التي تمارسها الإدارة الأمريكية في الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية. من شاهد المندوبة الأمريكية المنتهية وليتها نيكا هيلي أمس وهي تتحدث عن خطة التسوية والكيان الإسرائيلي، لا يجد صعوبة في اكتشاف أن هذه الشخصية تتعامل مع القضية الفلسطينية ومع الحالة العربية بشكل عام بنوع من الفوقية ونوع من عقلية الإملاء، بأن على العرب والفلسطينيين أن ينفذوا ما يملى عليهم. هي لا تتحدث عن يعني نوايا حقيقية لإيجاد حل للأزمة أو المشكلة أو تسوية حقيقية، هي تتحدث عن إملاءات يجب على الأطراف وتحديدا الطرف الفلسطيني أن يلبيها. فبالتالي واضح أن الإدارة الأمريكية يعني في كل أزمة تتعرض لها داخليا تحاول أن تشتري يعني ولاءات اللوبي الصهيوني في الأمم المتحدة من خلال تشديد العقوبات أو تشديد الخطاب تجاه القضية الفلسطينية. وبالتالي نحن يعني لا نفترض أن هذا شيء جديد، هذا الشيء عهدناه في الإدارات الأمريكية المختلفة، لكن لا شك أن الإدارة الأمريكية الحالية تحاول تصدير أزماتها الداخلية فيما يتعلق بالتحقيقات التي يجريها مولر والأزمات التي يتعرض لها ترامب من خلال تشديد الخطاب تجاه الفلسطينيين في محاولة شراء ولاءات أو دعم اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية. سيد إبراهيم، بالمقابل ماذا عن الفلسطينيين؟ يعني هل باتت صفقة القرن أمرا واقعا على الفلسطينيين؟ وإذا كانت كذلك، هل هناك أوراق بديلة لإفشال هذه الصفقة؟ صفقة القرن أو ما يسمى بصفقة القرن أو الترتيبات التي يعني يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه القضية الفلسطينية هي يعني بدأت منذ لحظة وصوله إلى سدادة الحكم في البيت الأبيض. نقل السفارة واعتراف بالقدس عاصمة للكيان هي من ضمن إجراءات وخطوات يعني الصفقة الجديدة أو التصور الجديد للإدارة الأمريكية للقضية الفلسطينية. فلذلك نحن لا نفترض أن هناك شيء سيتم الكشف عنه فجأة، الخطوات تمضي على قدم وساق، والإدارة الأمريكية ومعها للأسف بعض الدول العربية وبعض الدول الأوروبية معنية بتصفية القضية الفلسطينية وإخراجها من حالة الوجود في المنطقة. فبالتالي هنالك إجراءات تمت على الأرض وهناك إجراءات سوف تتم. أما فلسطينيا فيعني الفلسطيني هو في حالة دفاع عن النفس، الفلسطيني لا يملك من الخيارات للأسف ما يمكن أن يواجه فيها هذه البلطجة الأمريكية إلا بالتوحد. هذا هو المطلوب للفلسطينيين، التوحد وتوحيد وتمكين الجبهة الداخلية لمواجهة هذه المخططات. على الصعيد العربي للأسف لا يعني يبدو في الأفق أي يعني أمل بوجود تحرك عربي حقيقي للتصدي لهذه المخططات، فبالتالي لا يوجد امام الفلسطينيين الا الاعتماد على انفسهم ومواجهه هذه المخططات بمزيد من المقاومه وبمزيد من فرض الوقاعة على الارض في الضفه وقطاع غزه. سيد ابراهيم، ذكرتم الدول الغربيه، هل يمكن التعويل على الموقف الاوروبي؟ هل يمكن البناء عليه لاحباط صفقه القرن ام انها مجرد يعني تصريحات لا اكثر؟ مشاكل الولايات المتحده حق النقد لتيتو في اللي عرقلت اي شيء يمس يعني امن ويمس سياسه الاحتلال، لا نفترض ان ثمه شيء يمكن ان يؤثر على المعادله. الاتحاد الاوروبي له بعض المواقف الايجابيه، لكن هذه المواقف تبقى حبر على ورق ما دام هنالك حق نقد لتيتو تستخدم الولايات المتحده لعرقلت اي معاقبه او اي اجراء ضد الاحتلال الاسرائيلي. من اسطنبول عز الدين ابراهيم، الكاتب والصحفي الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم.